armaye chesu wachama ame rikihundu unumfirinu wajuma gari iswalio hidi inshallah utala barakano unono na maesha ngunari nike uzale mwema inshallah utala rowana rowajuhu rezilengwe abungi abu mpakandaba hangasi unumfirini lazima ribone seni umfirini wakanzi atarjuko mjiyo mwoni abungi abu mpakandaba hangari njiyo mwoni mwende mwoni umfirini maraba mchigari mshukuri haoni partager vidéo yo ni mo bonne page hanyu ino bezori mo bien ko ya haina ju kangizo lazima ngam jo tjo ngam jo ziona yo de mana ra ringa le fungu la tu panda mo na banu ri bonne saoni ko baba han pre leo wa ala dhurriyyati sayyidina muhammad wa ala dhurriyyati sayyidina muhammad وسلم تسليما كثيرا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر لا الله أكبر الله أكبر
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله
كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واسيا
Oh,
إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عديد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد الله سمع الله لمن حمده الله 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 أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا من قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولا
ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله
أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وطاعته في السر والعلانية. فاعلموا رحمكم الله تبارك وتعالى أنكم بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته قد أصبحتم في يوم عظيم جليل شرف الله تبارك وتعالى قدره وعظمه. إنه يوم الزينة والعيد، يوم السرور والفرح والعفو والصفح والحضور، يوم الحج الأكبر بعد أن من الله تبارك وتعالى لعباده الحجيج الذين اصطفاهم واختارهم لحج بيته الحرام بعد شهود العالم من وباء الكوليرا التي دامت عامين كاملين. من الله تبارك وتعالى عليهم وأعانهم ووفقهم لأداء الركن الأعظم من أركان الحج ألا وهو الوقوف بعرفة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة وعرفة كلها موقف. ثم توجهوا بعد ذلك إلى المشعر الحرام إلى مزدلفة وحلت مطاياهم وركابهم في ميناء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال الله تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. أيها المسلمون الكرام، إن يومكم هذا يوم عظم الله تبارك وتعالى شأنه. إنه يوم جمع الله فيه للمسلمين عامة وحجاج بيت الله الحرام خاصة عدة أعمال جليلة، فهو يوم عيد الأضحى ويوم النحر ويوم بدء رمي الشيطان بالجمرات وبدء طواف الإفاضة. فحجاج بيت الحرام اليوم موزعون كل بما يستطيع أن يبدأ به أعماله الصالحات، فمنهم الرامي ومنهم المنحر لأضحيته وفديته، ومنهم المتوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة عائدين وراجعين جميعا إلى منى للمبيت فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا. وسأل أحد الصحابة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رميت قبل أن أطوف بالبيت. فقال صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. وجاء آخر وقال: يا رسول الله، إني ذبحت قبل أن أرمي. فقال: افعل ولا حرج. فما سئل صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم يوم النحر وسائر أيام التشريق عن شيء قدم ولا أخذ إلا وقال: افعل ولا حرج. وهذا أيها المسلمون إن دل على شيء فإنما يدل على سعة هذا الدين ورحابة شريعته الغراء ويسره وسماحته، فإن هذا الدين القيم المبارك لا يحجر واسعا أبدا، لأنه دين العالمين جميعا بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم ليكون رحمة للعالمين. فقال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها المسلمون، إن يوم عرفة وهذا اليوم المبارك وسائر أيام التشريق كلها أيام فرح وسرور وحضور ولعب وأكل وشرب وتمتع بما أنعم الله به تبارك وتعالى على هذه الأمة المباركة، أمة سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. فقد أتم الله به تبارك وتعالى ديننا وأكمل به رسالة خاتم النبيين وحلل لنا فيه كل الطيبات وما أكثرها في شريعتنا الغراء. فقال الله جل وعلا في سورة المائدة التي امتلأت فيها كل الطيبات من المآكل والمناكح والمشارب، فقال الله جل وعلا: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فافرحوا أيها المسلمون
واستبشروا بنعمة من الله تبارك وتعالى وفضله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون الأعزاء، من الأمور المعلومة المشهورة المتواترة في الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في عمره المبارك إلا مرة واحدة المشهورة بحجة الوداع، فالثابت أنه في شهر ذي القعدة أو في شهر ذي الحج سنة 9 من الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج ليقيم للمسلمين المناسك. ثم بعد ذلك نزلت أوائل سورة براءة بنقل المواثيق ونقلها على سواء، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليؤدي ذلك عنه، وذلك تمشيا منه على عادة العرب في عهد الدماء والأموال. فالتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي بكر بمكان تسمى العرج، فقال له أبو بكر: أأمير أم مأمور؟ فقال علي: لا، بل مأمور. ثم مضيا إلى آخر القصة. ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في العام العاشر الذي كان آخر عام في حياته المباركة صلى الله عليه وسلم. فما الحكمة في الدين من هذا الحدث التاريخي الهام في الإنسانية عامة والمسلمين بصفة خاصة؟ فإن الذي يعرفه القاصي والداني أن الإسلام دين عالمي بعث الله تبارك وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إلى الناس كافة، فقال الله جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا للذي له ملك السماوات والأرض وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وختم الله به نعمة النبوة والرسالة، فقال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولهذا أيها المسلمون كانت حجة الوداع في آخر حياته صلى الله عليه وسلم في هذا الجمع الغفير الذي أثبت علماء التاريخ والسير أنه قد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة حوالي 100,000 حاج الذين أتوا من كل أنحاء الجزيرة العربية ليشاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذوا منه مناسك حجهم وخلاصة وصفوة وزدة رسالته المباركة، ليضع الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم نقاط هذا الدين على الحروف ويبين للبشرية كل ما بقي من معالم هذا الدين القيم. ولهذا أيها المسلمون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن أحرم من ذي الحليفة في المدينة كان يخطب صلى الله عليه وسلم في هذا الجنب الغفير ويقول: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا، إلى أن أتى يوم عرفة فألقى على المسلمين خطبته الكريمة المشهورة بعد أن أنزل الله تبارك وتعالى عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها المسلمون الأعزاء، وإن من المعالم الرئيسية والوصايا الجليلة الكبيرة التي كان صلى الله عليه وسلم يكررها ويبينها للناس حرمة الدماء والأموال والأعراض، ووصيته للمسلمين بأن لا يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض، وإثبات حقوق الإنسان والمساواة بين الجميع، والوصية بالإحسان والرحمة للنساء. وهذا الموضوع وهذه النقطة بالذات أيها المسلمون هو زبدة الرسالة الإسلامية والمقصد الأسنى للشريعة الإسلامية.
فإن الدين الإسلامي عقيدة شجرة راسخة ثمرتها العظيمة الشريعة التي تحفظ وتصون الدين والنفس والمال والعلم والنسب. قال الله جل وعلا في القرآن: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم في عرفة ومنى ومزدلفة والمشعر الحرام يركز على ضرورة حرمة هذه الأمور ويبالغ في ذلك ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع أصبع الشهادة ويرفع عينيه إلى السماء فيجيبه الصحابة رضوان الله عليهم ويقولون: نشهد بأنك بلغت الرسالة. ومما جاء في كلماته وخطبه المباركة الحث على التمسك بالكتاب والسنة، ومعناه أن يتمسك المسلمون بالحكم بشريعة الإسلام لأنها الشريعة العادلة التي ستحفظ للمسلمين والبشرية دماءهم وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: لقد تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله تبارك وتعالى وسنتي. وكان صلى الله عليه وسلم ينظر بفراسة الوحي ما سيحدث ويجري في أمته في آخر زماننا من الفتن والبلايا والمعاصي الذي يجعل الحليم حيران، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذا بعد اليوم، ولكنه أي الشيطان رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحتقرونه من أعمالكم، فاحذروه في دينكم، أي احذروه في كل أمر يمس معالم دينكم وأصول شريعتكم ومحاولة تجزئة وعدم أخذ تعاليم الإسلام جملة وتفصيلا. قال الله جل وعلا في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وإن من خطوات الشيطان سلوك المسلمين سبيل وطريقة المحتسنين الذين جعلوا القرآن عضيد، أي الذين يجذبون القرآن ويجعلونه أجزاء لا يكسر بعضه بعضا، لأن ذلك غير طريقة القرآن. القرآن يفسر بعضه بعضا ولا يتناقض بعضه بعضا في كل آياته وسوره، سواء أكانت العقيدة أو العبادة أو الشريعة. وقد حضر ذلك أعداء الخلفاء الطعن في الشريعة ورميها بالجنود والتناقض وعدم قدرتها على حد قضايا البشرية المعاصرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فاحذروه في دينكم. والدين الإسلامي الحنيف جاءت من الله ورسوله عقيدة وشريعة، وأمر الله المسلمين بأن يحفظوا بشريعة القرآن، فقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أيها المسلمون، هذا هو حكمة الله تبارك وتعالى في حجة الوداع الذي فضل الأذكياء من الصحابة بقرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أولهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. واليوم أيها المسلمون، لا زلنا ولا نزال إن شاء الله تبارك وتعالى بهذا الروح في جسمنا ندعو المسلمين في هذه الدولة القمرية التي سبحانه تبارك وتعالى وبينها في حصار صعب الانتظار تمتد فيها Thank you.
العالي قال الشعب العالي ولم أرى في جيران الناس علما كنفسك إليك عن تمام ومن الذي يكسر على تمام وما يكسره الدنيا وإن ذات الخصاص الراد عليه لتطبع الطرق سوى الحكومة بدأت كتبناها الله تبارك وتعالى نسكن كذا تودي سلاح ذات الرعية ومر وقلنا إلى حكومة الله على الدين الشجرة وتسلم المرغوب وإذا شئت القرآن فاستمع له وأنصب لعلكم ترحمون وقال تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله يحب ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولإسلام المسلمين بكل دم وخطيئة أستغفره إنه هو الغفور الرحيم وهو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر 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 الحمد لله ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون يجزيكم الذين يفكرون لهم عذاب شديد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أفهد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وطاعته فإنها وصية الله تبارك وتعالى لعباده الأولين والآخرين قال الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ألا وصلوا على سيد الأولين والآخرين فقد أمركم الله بذلك في كتابه المجيد فقال تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع صحابة رسول الله تابعينا ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام
Très bien, ça va. Voilà. Santé. Merci d'avoir fait.
Marhaba. Non, ça va. Le bouchon de blanc. Madame, yeah. Salam. Comme là, l'autre jour. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ديوانا نسمي سلام الله رمزن سلام سزاهو لمنغو منهم دوان روكو مور سنون ريشو باها نحواس السلام عليكم السلام نحواس لازم غانس الناس اللي شارو من تياكو مور في جوندا المهم جوا مبيني بجانغر سولي ديفا ديما يجوكا نو نونونا باراكنا ميشان شابا وطالا أبو جيابو هاي نم بناتوين نم بشو منوائدي كم رغوشة باشينو لمنكو منوائدي بانو باوم جنغو ومينجي يميرانجي ومينجي زينو شدان لنجي ما بابيون تيبيا نابونا بزينجي زنزوري جنجي السلام عليكم عبد الله السلام عبد الله السلام عبد الله و دكتور سو دينال فايزي دينال فايزي سلام عبد الله kayre uni kondo mo dai diba non non bule wa non ba ba na ah mo dai mo mo dai mo wa ni komo noi di wa lo lari yo ma nda ta ba komo na li wa ni ta assalamu alaikum elaj na faizin ya mo ni kondo mo noi di wa baraka le dio re hasi na mo ata hale ri soli di zin har mo fra ra ra ya tuna ri ke hayra khalon ti bi ya ko bele za to za ha mo ta baraka Jauh pekerja bangga monau. Baraka, nenek. Iya bu. Saya ini. Bu, bumbusi. Di Kanzania uzise. Rumah bahagia soalnya ini ulu nasi nanyu. Jadi untuk kan jual nono. Insya Allah utala kalau bau ni esin mah nama ha. Alafur itu orang no plasia bu evoko. Indah le bangga laki, indah sena. Ani indah sam, indah sena ino. Yakin amu. Lutale ni ulam jo amjoni zonu kailadi assembly national yomjun shaba hindi ni ngoshi ni kwa komoro no usikwa le wonu wa kwa ni rakoso le hindi shaba sanani ngamcho felicite dunia ya kamili batsina le komoro jimla ngamshukuru yesi komuna saba wa ustale hindi ya baraka kao aswati pia shukuru yesi gani mewele ono yataka wajahu Yanda zaatu mdatewa Abdurawufu na Abdurwakilu harume Zefani Kamili Eni mahaleka ondo waliwa Mando wano Turki Ndoma hana ni Masaya Abu mbwa hivyo kwa sile wawo Mtuwa mdeni Ramu afili wo mchika wo Ramu hanzana kajanza Mchi wo mchi Womchi unumchi kaunyesi mbunde mwiyu uswarifu Ewa kereo niwa ngarunchia warume mashuliwa chau Ngarwongoduwa haina mbiyansimia Yafanya msafara yaje Yaje yasika retu ya jilia Ya rejei hausalama na amani Ekari chafawa wawasili amaleo Mbwa ma journalist ambassadeur Shimonani wonu sisu ukanduzisa zeli sana za mtuma mdeni zeli zeli jimu chekongo sisewe politiku ekongo sisewe politiku wacha unga mihashivi ni jibu hena mwekaonde eti liyo evonge sina utonjia kabla lawe janu sisa omuhima hena suale chonde ukati kwa ujibu hena suale la mdeni Kuli nne sana, au kama ndo bantu sabili wao nina ya hende tengwe na ifoko Bando bantu sabili wao, enamma, ya mtunasomji Alafoke, elatimuwa, henda sitoka umuja umuzise Ekane politi, amjo mchibaba, etena humtu wa mteni, neba amu Ekane, ino haruma, ekomori kamili, gamjoji Samani wasikwaleo nukarita mambao politiki leo Ya politika doja usikumbwaji Lelonga sari mafuraha Zika Emuhimu ya hangu Zinu unumchi watare Unumchi watare Obandai mavano Wanubano batare hiranzi ale Wanubano kaminara mine Efa siri ya mde ni minara Ukani sabano anume plasiri lonio ino Ewa Efa siri ya mde ni minara Wanwana na mwakayesh Salamu alayhi dina alfaidi Hawkawa liwa ba hawa tujwe fasiri ya mbe ni minara Na mimi tujwe fasiri wano
Quand on a la tranche, on a la javan. Et nous, nous sommes là, 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 nous sommes Jana. La joie au Shababi, Guadjon Gazaz, Mazaoul, et l'homme Tabousa, Emaraïa, Wambeni, Niamahame, ou Tabouse, Chata Joka Osilia. Yé, le 6 juin, la Kaoubi, le 6 juillet, la Jouzi la fête de l'indépendance. Et ouais, pour Hayaha, ne fête, ya Djan, ne fête, ya Moroni, ya Sirkadi, au cas où nous piazons à Sirkadi, au cas où nous piazons à Sirkadi, au cas où nous sommes à Chatan. Mitine na hamba, wali suwa ni dambashi ni siwa shatan. Abu ingiwe na fasiri. Abu ingiwe na siwa shatan wako fanya feti hao, juuzi le si juan, wadima, ne sirkali wako fanya wako building. Eze suwa razi nzo mili, ze feti nzo mili huziona. Engo zi fasiri na mnaji. Amzo jibusha kabla rane daji munga mureja zo suale kao ulo kalamba, zenelo kalamba, meswe jurnalist wa mbali siwa natanu mno. Mitine na ze? Ata suo. Attention, de l'incomor, de l'ingasija, de l'yamahame, de facile d'avo, ou un adam, ou un fikiri, ou un tourne salam. Et quand il tarde, on ne s'en a pas de nouveau, nous y sommes. Il craint, il y a pas. Il se reste, il craint, il se reste, 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 il la population est russe qui est vraiment au quotidien. Elle est indépendante. 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 Elle Banura kuja inole swali. Ali swali hindi ambale swala nini? Ibala kufasiri hindi. Ali swali hamasiji. Ali swali hamasiji kwa hamasiji alenesi. Amka ali swali wa uchapile nukasi wa awa hamasiwa. Metafsiri yae ni madani haya ya kahushida nendao. Chaka jarenge mdeni ya ifanyo kalu wa siwa. Hawkai mudria yae hanti hapu. Atoya tsama. Atoya
Salam alaikum.
sikana badi yao wafu shainu daidi muhimu ndaidi mkuu abungiabo lazimarndo mazamoni de ratufu wa hafa ngeritu ngeje ratufu alonamo abungiabo ngari mshukuri yao ni rimbichilini maramba miji menji nungumambia nukaya khairi na baraka na unono maishu amma tiparse mwanangu vano mtuza kange na mbatu kato ya mbibu kasana nungozi kato kwa haribu kumonuai inufurahanku mwanakana umuraswalia ini ya leo mchoso li nazasta nazasta ya insha Allah Abugabo ngarikazo kifuba no rendele na zasa tene shadoktala idi mbaraka idi nenfaidina nyondo blogule mtsonjo wenda mikono monoidi assalamu alaikum dizo mwanza wa bala juli tolo maza boni shat kanazi bala ndo ndo tegele abugabo ngarikazo kifuba no ngobe nkangaruno maza moni de ranike o wariza ya emi honoidi rombi leze doa wala liha mono ngwe mesha doktala mnyezi mga watembe kwa nyezi nye mazahau abugabo ngadu kuonana wakati mrojina waizentabu Marhaba Benji, karim shukuri yao.